السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله متابعينا غالي. ما شاء الله تبارك الله. لكسس اي اس 2019 وارد بريمي تو واصل عند معرض اوتو سيتي. اذكر لكم المواصفات على السريع بحكم اني شارحها لكم ومفصل لكم كل الفئات ووادع لطيف جميل. ما شاء الله تبارك الله. هذه الدي دي اللي تجي 3 عدسات 4 عدسات. تحمل صوت الازعاج معليش. ها وصلتهم لحد الان 3 فئات كلاسيك والاكسكلوزيف وبريستيج وكلها 6 سلندر. وهذه من الجنط واضح انها الفئة الاقل. جايبين كم واحدة ما شاء الله. عاد بشوف انا وش الفروقات الحين اذا نزلوهن بصورهن لكم وشوف وش الفرق بينه وبين السعودي. فمثل ما ذكرت لكم قبل المقاطع اللي قبل تغير جذري بالكامل الشكل الخارجي والداخلي والمحركات والجير. صارت اطول ب 60 ملي واعرض ب 45 ملي واقل انخفاض ب 5 ملي ولا زالت دفع امامي بس بشكل مطور. العزل صار افضل من السابق وجميع الانوار الاي دي. بالنسبه للمحركات بشكل عام نزلت 3 محركات 4 سلندر بحجم 2005 بقوه 204 حصان والعزم 243 نيوتن. الهايبريد H300 بحجم 2005 بقوة 214 حصان والعزم 221 نيوتن. المحرك الثالث 6 سلندر هو الأقوى بحجم 3.5 وبقوة 300 حصان والعزم 356 نيوتن. الجير 8 سرعات المحركات البنزين 4 سلندر و6 سلندر بينما الهايبريد الجير 70. بالنسبة لحجم التانك المحركات البنزين 6 و4 سلندر حجمه 60 لتر والهايبريد حجم التانكي 50 لتر. هذه 4 عدسات. طبعا 4 عدسات والعدسة الواحدة كلها الاي دي. نزل لونين، واحد قريب للعشب الفاتح، واحد قريب للذهبي بس يسمونه بيج معدني. نزلنا بالموديل هذا 19. هذه مسماه عند وارد بريمي كلاسيك، اقل فئه بالستة سلندر. هذا الجنط 17. طبعا تجي هي 3 فئات، ال 250 اللي هي الاربع سلندر والهايبريد، بعد في كم فئه تجي تقريبا 3 فئات. ثلاث فئات قلت لكم الهايبريد على حسب عد على حسب كل وكيل، كل وكيل بتصير له مواصفات خاصه، بس دائما لكزس بمواصفاتهم بين الوكلاء ما تصير مواصفات كثيرة، يعني ما في فرق كبير يصير بينهم، يعني يا عدد السماعات يا شركة السماعات يا الألوان الداخلية بعض الأحيان خاصة باللكسس. فئة الإكسكلوزيف النصف يقابلها سي سي بوارد عبد اللطيف جميل. وبعطيكم الفروقات على شكل بشكل سريع لأنه تو واصل السيارة، فبعطيك بصور لكم بشكل سريع. هذه السي سي جاية بعدسة واحدة وجنط 18 وجاية بجناح وفيها نقط عمياء. الدي دي والإف سبورت هي اللي تيجي ب3 عدسات، حساسات أمامية وخلفية، وعندك طول عمر تشغيل عن بعد نفس السعودي، مخرجين شكمان والجناح وصطبات الإي دي، وطبعا صرفية الوقود 13.6، وعندك طول العمر والسلامة ذاكرة تخزين مراتب، السماعات بانوير اللي هي تقريبا 10 سماعات، الفئات الأعلى بورد السعودي والخليجي تجي المارك لفنسون. بنشوف الدي دي الحين نشوف وش اللي فيها السماعات. هذه اللي لاحظت انها جاية بدون 4 كاميرات، السي سي وورد السعودي تجي ب4 كاميرات، وهذه فيها بروجيكتر وزرات حكم اللي هو بدركسون، وفيها شحن ويرلس بنشوفه الحين، وكرسي كهرب. طبعا انا مفصلهن لكم قبل بالتفصيل، بحط لكم
الفيديو اللي صورته قبل حق وارد عبد اللطيف جميل. هذه باخذها لكم على السريع عشان تشوفون الفروقات بينه وبين السعودي. هذه بريمي طبعا. هذه الداخليه نقول بسم الله. عندك زر تحكم اللي هو بالشاشه فيها مثبت سرعه بس وتدي الشفتر لحد الان. وهنا في بروجيكتور قلت لكم، وهنا اللي هو وضعيه القياده. الفروقات اللي لاحظتها لحد الان الشاشه كانها صغيره شوي. لا الشاشه كبيره، الشاشه الكبيره هذه 12 انش. الفئات الاقل تجي شاشه صغيره بتشوفون الحين. زر التحكم المكيف كلكم عارفين. الفرار هذا لا يجي احد يقول ليش هذا مفكوك لبعضكم، هذا وقت النقل والشحن يصيروا يفكون الغطيان. وفيها تبريد مراتب، والمخارج نفس اللي هو السي سي سعودي. وعندك يا طول العمر السلامه فيها شاحن ويرلس وسقف بانوراما. لو تلاحظون السقف باللون البني الغامق، التخشيب باللون غامق. بس خلوا اوريكم الحين ننتقل للمرتبه اللي وراه، شوف وش فيه تحكم خلفي ولا لا، لانه الفرق صراحه اموت. نازل سعودي تقريبا 6 و7 فئات، فبحاول اركز باللي اقدر عليه. ممكن انسى بعض الاشياء بس بذكر لكم اهم الاشياء. اي فيها تحكم خلفي بدون ستاير جانبيه، وهذا التحكم الخلفي، وهذا حق حامل الكواب، وفيها مخرجين يو اس بي وحق 12 فولت. وهذا الشكل اللي ورا، وهذا السقف البانوراما. بوريكم النور ال اي دي طبعا، درسون كهرب، وبشوف هل فينا قطع 100 ولا لا. الجنط 18 نفس السعودي، وفيها نقطع 100. طيب هذه نفس الذهبيه اكسكلوزيف، نفسه بس لون ابيض وعدسه واحده، نقطع 100 نفس الذهبيه. هذه كلاسيك اقل فئه بستة سلندر، وهذه فئه اقل جايب عدسه واحده الاي دي وجنط 17 حق ستاندر الاربع سلندر. طبعا الماكينه هذه 3.5 الستة سلندر. قلت لكم كم قوه الاحسنه، طبعا ذكرت قوه الاحسنه قلت لكم من قبل 300 الستة سلندر، وقيت 8 سرعات لكلهم للاربع سلندر والستة سلندر. الهايبرد دايم يجي الجير سيفتي. هذه مخارج الشكمان وكاميرا خلفيه وجناح طبعا بدون نقط 100، وهذا الشكل الداخلي بدون ذاكره تخزين مراتب. سمى التحكم بانه هو بالنوافذ وكرسي كهرب، مراتب جلد باللون البني وفتحه بس. اذا فتحه هي اقل فئه، هذه تعتبر اقل فئه بس 6 سلندر. والشاشه خل اشغل لكم السياره تشوفونها جوا. ستارت طبعا كلهم لو تلاحظون بالشرح اللي قبل شرحت لكم بوارد عبد اللطيف جميل، كلهم بالشاشات تجي بالحجم الكبير هذا، بس الفئات الاقل تجي الشاشه تقريبا ب 9 انش هنا. شايفين اذا صارت الفئه الاقل بستاندر سواء 4 سلندر او 6 سلندر. قصر مكيف طبعا فيها تبديل الشفتر وفيها مثبت سرعه، كلهم الفئات حتى الاقل فئه تجيب مثبت سرعه. بس هذه 6 سلندر الفئه الاقل ما شفتها عند وادع لطيف جميل. وفيها كاميرا خلفيه اكيد، هذه كاميرا خلفيه. الفئات الاقل تجيك الديكور، ديكور حق 12 انش حق الشاشه، بس الشاشه اصغر حجمها صغير مثل ما انتم شايفين. وش عندنا؟ جرنط كهرب بدون تبريد، وهذا حقت على مخارج اليو اس بي عارفينه ما يحتاج، والماوس، وعندك بدون شاحن وايرلس بس مخرج 12 فولت، وجايه فتحه. رباقات اللي يشوف رباقات اماميه وجانبيه. هذه المرتبة الخلفية تكاية بالنص بس طبعا بدون ستاير، وهذا التخشيب غامق. هذه تكاية بالنص بدون تحكم خلفي اكيد لانه ستاير. وهنا مخارج حقت المكيف ومخرجين يو اس بي. وهذا الشكل طبوه من ورا، الارضية باللون البني الغامق والسقف باللون البني الغامق والاضاءة باللون الابيض.
طبعا حساسات أمامية وخلفية ومخرجين شكمان وسطبات الاي دي وجنح. الحين بنروح للدي دي اللي هي هذه الغطاء هذا المف هذا اللي تحسبونه في شيء، هذا غطاء حق السحب اذا جو بيسحبون السيارة ويركبونه بالسطح، فلو غطى يسكرونه كل السيارات كذا صغيرة. وهذه الدي دي، هذه الدي دي بريمي اللي تيجي باربع عدسات والخامسة حقت النور اللي على اليمين، حساسات امامية والشبك نفس اللي قبل، جنط 18، مقابض الابواب بنفس لون السيارة وسقف بانوراما، صرفية الوقود مصورة لكم قبل شوي، وجناح وحساسات خلفية ومخارج الشكمان 2، والجنط مقاسه 18. عندك قلنا تخشيب لون غامق، ذاكرة تخزين مراتب بالتطريز وسماعات مارك لوفنسون بعدد 17 سماعة، وعندك إزارة التحكم اللي هو بالنوافذ وكرسي كهرب ومراتب لون جملي، وجاية بالمقلم الجاية جاية بالعرض، وتقدر بعد تقدم المرتبة حقية الراكب اللي قدام، وفيها زر الأربع كاميرات دركسون كهرب أكيد ورادار وتنبي خروج على المسار. خلنا نركب صوره لكم على السريع. خلينا نقول بسم الله. فيها بروجيكتر، فيها تنبي خروج على المسار، فيها رادار، كل المواصفات الفل كامل. هذا هو اللي هو تنبي خروج على المسار والرادار، مثبت السرعة معروف، وزر الكاميرا والطبلون هذا شارح لكم من قبل، وفيها أربع كاميرات. الدي دي هي اللي فيها أربع كاميرات اللي لاحظته، والسي سي بوارد عبد اللطيف جميل تيجي بأربع كاميرات، السي سي بريمي لا. ها عندك هنا زر تحكم بالمكيف كلكم عارفينه، وتبريد أكيد، والتخشيب هنا في تخشيب الفئات الأقل ستاندر السي سي، مو السي سي الستاندر من الست سلندر بدون تخشيب هنا. أوتو هولد، الماوس، وهذا المفتاح، وشاحن وايرلس أكيد، ورباقات أمامية وجانبية، وسقف بانوراما. طبعا الإضاءة فيها الإضاءة الخافتة بس إنها ما واضحة لكم مع الجوانب، وتيجي حتى بالمقبض بس مو واضحة لكم. خلو أوريكم الحين المرتبة الثانية، هذه المرتبة خلفية، ستاير جانبية طبعا يدوي، وستارة خلفية، هذه سماعات المارك الفنسن مع التطريز اللي جاي هنا. وعندك هنا التحكم الخلفي، تحكم المكيف وبالشاشة وبالستارة الخلفية اللي هي هذه ستارة كهرباء. وهنا بنشوف هنا مخارج حطينا لك وين عند المكيف نفس اللي قبل شوي، وهذا الطبلون من ورا، والسقف البانوراما. بس خلصنا بوريكم النور. بوريكم النور باقي الاشياء الماكينه وكل شيء والشنطه مصوره لكم بوضع ضيف جميل، بحط لكم الرابط. طبعا هذه السلسل هنا اسطب الامانه، شوف قريب الخشه الاس نفس الواجهة الأمامية، قصة الواجهة الأمامية هذه تذكروا كلامي بيطلع اسمه بي بي ال اس. وبس سلامتكم إن شاء الله. الأسعار بحكم السيارة تو جديدة بحط لكم تحت بالوصف، ولا بالكلام المثبت اللي تحت بالتعليقات. في أمان الله وبحفظ الكريم.